السلام عليكم ما فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بكامل الصحه والعافيه. مرحبا بكم كما العاده على قناتي مزيري طارق. ان شاء الله اليوم جيناكم اليوم فيديو جديد ونهار جديد، ان شاء الله نديروا بكم واحد الدوره هنا في شاطئ مانيسمان. المهم نشوفوا الاجواء هنا كي دايره. المهم كنا غنمشيو للمركز، ولكن ان شاء الله غنمشيو ليه. كاين تما كاين واحد الكورنيش كيديروا تما، كاين تجهيزات غيحط تجهيزات كدار تما، كاين باش غيديروا واحد الكورنيش تما كاين كبير في شاطئ المركز. صراحه غادي تزيان هذيك البلاصه مع ديك تبارك الله، ديك المركز تبارك الله كبير حتى هو، وتما كاين غيزيدوا فيه واحد المساحه ديال ما عرفناش كي غيديروا التصميم ديالو، ولكن ان شاء الله نتمنوا تكون ديك البلاصه اللي غادي يصوبوها مزيانه. و شنو لكم؟ المهم حنا دابا راه في الشاطئ ديال مانيسمان كما كتشوفوا. الشاطئ الجميل، توحشنا الصراحة البحر هذا، وتوحشنا الأجواء ديال الشاطئ، أجواء ديال البحر تبحار. المهم هانتوما معنا دابا في الفيديو، مشيو شوية لقدام نضربوا واحد الجولة تما كاين. ايوا كما كتشوفوا هذا هو الواد اللي كيكون في شاطئ مانيسمان. شوفوا شو واحد القادوس، شوف القادوس. البحر كي وصل حتى لهنا، القادوس كي مع داك الدفع ديالو كي وصل هنا كيبقى يطيري. الناس كتجي هنايا كتصيد الحوت كما كتشوفوا هاد العشيه هادي. شو اليوم الناس بدات كتدخل البحر، بداو بقاوش هذاك كما موالف كانوا كيحبسوهم بزاف ما يدخلوش لهنا الشاطئ. دابا الناس بدات كتجي لهنا وكتجي تصيد. شو البحر كان هنا دافع بزاف، شو البحر فين وصل. كما قلت لكم واحد لا كورنيش غيصوبوا ليه في المركز، راه كيديروا دابا دايرين حفاريات تما كاين، كيبقاو تما كاين دايرين كيجهزوا هذيك المنطقه تما كاين. ان شاء الله غتولي زوينه هذيك البلاصه. شوفوا البحر هنا كي داير، المهم اخوتي. المهم نزيدو شويه، غنمشيو دابا للشاطئ المركز كما كتشوفوا. مانيسمان دابا راه الناس راه بدات كتدخل هنا، بدات كتصيد، بدات كتجي تدوز الويكاند هنا ديالها. المهم حنا غنمشيو للمركز ونوريكم هذاك لا كورنيش اللي غيتم التجهيز ديالو في شاطئ المركز، ونوريكم الاجواء تما كاين والتجهيزات فين وصلات. يلا اخوتي بقاو معنا في الفيديو، نتمنى يعجبكم، ما تساوش واحد لايك، اشتراك في القناة، الدعم ديالنا. يلا خليكم اخوتي معنا.
كما كتشوفوا هنا هادو لي كابانو كيكونوا هنايا، كيجيو هما اليوم من الصيف الصيف، وكاين اللي كيتكراو هنا، كاين اللي كيكريوهم. هذاك القادوس اللي شلنا ليه هذاك كيجي سلا هنايا، الواد الحار، داكشي كاع داكشي ديال الواد الحار، داكشي اللي كيجي لهنا كيلوحو كيتلوح في البحر. المهم كيما شفتو الأشغال جارية، حنا دابا بشاطئ مركز. دابا راه كيديرو تجهيزات لهاد الشاطئ ديال مركز كورنيش، مركز كما كتشوفو